السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين. والي نهر النيل يتعهد بفتح فرص العمل وتدريب الشباب الخريجين بالولاية. قافلة طبية علاجية تستهدف 2500 مستفيد بشمال دارفور. اتحاد شباب يقود مبادرة كن إيجابيا لصيانة الطرق بولاية الخرطوم. أهلا بكم مشاهدينا. دعا والي نهر النيل عبد المحمود حماد الشباب لتحكيم صوت العقل وعدم الانسياق نحو الأجندة المهددة لأمن وسلامة الوطن، ولفت إلى أن الحوار هو الوسيلة المثلى للتعبير عن القضايا المطلبية والمواقف الوطنية. وقطع خلال الملتقى التفاكري الثاني للتنظيمات الشبابية بنهر النيل بفتح فرص التوظيف والتشغيل وتدريب الشباب والخريجين بعيدا عن المحسوبية والأجندة الجهوية الحزبية، معلنا عن التزامه بمنح 30 فرصة للتدريب الخارجي بهدف صقل قدرات الشباب وإكسابهم الخبرات التراكمية الدولية المتطورة. وجدد والي نهر النيل تعهدات حكومته بإسناد ودفع جهود الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية وصولا لنشر وترسيخ ثقافة العمل الحر التي يتبناها الجهاز، ارتكازا على نماذج مشروعات ناجحة التي نفذها في مجالات إنتاجية حيوية وبجدوى اقتصادية عالية. نحن في ولاية نهر النيل أولينا الجهاز القومي لتشغيل الخريجين وعناية ورعاية خاصة، وخير شاهد على ذلك المشاريع التي يعني رأتها قطاعات واسعة من الشعب السوداني عبر القنوات، البيوت المحمية وأقفاص الدواجن ومصانع الصابون ومصانع الطباشير ومصانع البلوك، كل هذه المصانع وكل هذه الأعمال تستوعب أعداد مقدرة من الشباب. هنا رسالة لكل شباب ولاية نهر النيل ولشباب السودان أن تفاكروا وتحاوروا حول رؤى يعني طيبة. اختتمت منظمة المتضامنون للعون الإنساني والطوعي بالنيل الأبيض دورة متخصصة في معايير تعليم الطوارئ. وقال مدير المنظمة طه إدريس الشيخ بتصريحات إن الدورة استهدفت إدارات وشركاء التعليم بمحليتي السلام والجبلين الحدوديتين مع دولة جنوب السودان، مبينا أن الدورة تستهدف تدريب مديري التعليم والإدارات المتخصصة بالمحليات على طوارئ التعليم وكيفية المشاركة في إنجاح العملية التربوية بالمعسكرات. إلى ذلك أشار المدرب جمال هاشم إلى أهمية التعليم، وأشار إلى أن النزوح ظاهرة اجتماعية تستوجب مشاركة الجميع. الهدف من الورشة الحد الأدنى من معايير التعليم في ظروف الطوارئ، وبالتحديد الورشة تستهدف العاملين في التعليم في محلية السلام والجبلين، باعتبار أن محليتي السلام والجبلين هي المحليات التي شهدت لجوء كبير من إخواننا في دولة جنوب السودان، ويشكلون أعداد كبيرة ومغدرة ويحتاجون للعملية التعليمية في ظروف الطوارئ. لذلك كانت هذه الورشة تستهدف مدراء المدارس بتلك المعسكرات اللاجئين. أعلنت حكومة شمال كردفان تأجيل العام الدراسي حتى 7 يوليو القادم، وذلك بدلا عن 30 من الشهر الحالي لمزيد من ترتيبات استقرار العام الدراسي وزيادة التحصيل الأكاديمي. وكانت حكومة الولاية احتفلت بتكريم الطلاب المتفوقين والمدارس التي تبوأت قائمة النجاح في امتحانات الشهادة السودانية. وأكد الوالي محمد خضر سعي حكومة شمال كردفان لتحسين البيئة المدرسية وإكمال النقص في الإجلاس والكتاب المدرسي، مع الاستمرار في تدريب المعلمين للمحافظة على بقاء مدارس الولاية على قائمة الشرف. 10 طالب وطالبة تم تكريم الحمد لله سبحانه وتعالى، وتم تكريم المدارس المتفوقة، والكلام ده كله جماعة يعكس اهتمام الحكومة في حكومة الولاية بأمر التعليم. ونحن من هذا المنطلق إن شاء الله نأكد للجميع والأهل في شمال كردفان إنه نحن يعني التعليم بالنسبة لنا يعني خط أحمر يمكن نقول عليه شيء ما سهل، وإن شاء الله حنتم له الاهتمام الوافر. وأعلننا في المؤتمر الحمد لله أيضا اهتمامنا بالتعليم أو تدريب المعلمين والمعلمات.
من جهته أشار المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بشمال كردفان عبد الواحد محمد النور إلى التقدم الذي أحرزته مدارس الولاية، الأمر الذي يعطي مؤشرا إيجابيا يعزز التدخلات التي قامت بها حكومة شمال كردفان لإنجاح العام الدراسي، مشيدا بالدور الذي قام به المعلمون في تحفيز الطلاب لتحقيق النجاح المطلوب. وزارة التربية أدت ما عليها كثير في برامجها وخططها، ووضعت برامج الإسناد إلى كل المحليات وبرامج التوجيه المركزي حتى كانت هذه النتيجة المشرفة، ونحن نتمنى أنه تتواصل يعني الخطط السليمة ونطور خططنا في العام القادم من أجل نتيجة يعني متطورة أكثر. وبإذن الله يعني إحنا بالتعاون اللي شايفينه من حكومة الولاية التي أيضا يعني قامت بتكريم أبنائنا المتفوقين هذا العام تكريم يليق مع ما أحرزوه. رحب والي شمال دارفور مالك الطيب خوجلي بوفد كلية الحرب بأكاديمية نميري العسكرية العليا، مشيرا إلى إثرائها تشكيل العقلية العسكرية والإلمام بالعلوم العسكرية التي تمكن منسوبيها من حماية البلاد. وأوضح حاتم السرد سوقي رئيس وفد الكلية أن الزيارة تأتي في إطار دراسة مسرح الحرب السوداني بجزئياته ودراسة مكونات الاتجاه الغربي، مبينا أن الزيارة حققت أهدافها واستفاد كثير من الدارسين منها، وأكد أنها لبت رغبات المجموعة الدارسة وأتاحت تطبيق مطلوبات الدراسة، وأشاد بالاهتمام الذي وجده الوفد من حكومة الولاية ما مكنها من إنجاح برنامجها. هذه الزيارة بالاتجاه الغربي بصورة عامة من أولى الزيارات بالنسبة لأكاديمية نميري العسكرية، وسعدنا جدا بهذه الزيارة لأنه حقيقة حققت القرض الأساسي من أجله يعني عملت هذه الدراسة، وكانت الاستفادة كبيرة جدا جدا من قبل الدارسين لإتاحة الفرصة حقيقة من والاهتمام الكبير من السيد والي ولاية شمال دارفور. اختتمت القافلة الطبية العلاجية المجانية التي سيرتها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور ومنظمات التعاون من أجل التنمية ويونسيف إلى محلية اللعيد جرنبي، اختتمت أعمالها بعد أن قدمت خدمات علاجية لأكثر من 2500 مستفيد من النساء والأطفال. وعبر عدد من المواطنين عن تقديرهم لدور القافلة وما قدمته من خدمات علاجية وتوعوية في مختلف المجالات. ارتياح عما أوساط المواطنين بمحلية اللعيد بعد نجاح القافلة الطبية العلاجية، فما قدمته القافلة من خدمات خاصة لشريحتي الحوامل والأطفال أزاح عنهم عانة ومشقة السفر لأكثر من 400 كيلومتر إلى حاضرة الولاية بحثا عن العلاج والرعاية الطبية. كنا مدعانين شديد، حتى الآن الحمد لله قد وصلنا الدكاترة في منزلنا، الحمد لله بحمدهم وبشكرهم كثيرا. وكنا مدعانين من ناحية السفر والاختصاص صعبة جدا والأمراض كثيرة، مدعانين شديدا نحن، لكن حتى الآن الحمد لله. لم تكن خدمات رعاية الحوامل والأطفال ميسورة لأهل العيد في ظل المعاناة التي كانت تعيشها المنطقة، ولم يكن أحد يتوقع أن تصادف القافلة هذا النجاح في تقديم الخدمات لأكثر من 2500 مستفيد. الحمد لله القافلة دي قدمت لنا يعني خدمات وفيرة جدا جدا. المواطن كان يعاني ما يعاني من مشاكل الأخصائيين في النساء والتوليد، والحمد لله تم توفير كل المعينات من موجات صوتية لأدوية فحص وعمليات صغيرة بالنسبة للنساء والتوليد، وأيضا الأخصائي العموميين برضو شافوا لنا بعض الناس الكبار في السن وكذا. بحسب المواطنين فإن تركيز القافلة الطبية للخدمات العلاجية يسر لهم الحصول على خدمات الكشف والفحص والدواء مجانا، مطالبين وزارة الصحة باستمرار القوافل الطبية خدمة لشريحة هي الأحوج للخدمات الطبية. الحمد لله الدكاترة كانوا موجودين، لكن تلقي العلاج ما بنفس النسبة الحسة حاليا موجودة يعني، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفض علينا الدكاترة في كل فترة والتانية عشان ناخذ العلاج الأكثر. فترة الفاتة دي نعانوا معانا شديد جدا جدا، والدواء كان غالي، والدكاترة ذات يعني بسيطين ما بنلقى، لكن الحمد لله هسه يعني الدواء يدوفر لنا، وبالرغم انه الناس كتار لكن يعني استفدنا استفادة شديد. وبعد ذاك يعني
نتمنى من جهة الاختصاص يوفروا لنا الدواء مثل هذا ويوفروا لنا الاخصائيين، بالذات اخصائيين النساء والتوليد والاطفال، ده اهم شيء هنا عندنا. 3 أيام قضتها القافلة الطبية العلاجية كانت كافية لتغطية شريحة واسعة من المستهدفين، كما أنها وفرت بيانات ومؤشرات تسهم في تعزيز الصحة خاصة في مجال خدمات الأمومة والطفولة. ياسر آدم حسن، قناة الشروق، ولاية شمال دارفور، محلية اللعيد. تواصلت مبادرة كن إيجابيا والتي يقودها شباب سودانيون لتأهيل وصيانة الطرق التي تأثرت إبان الحراك الثوري، وتأتي في مقدمتها الطرق المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة إضافة إلى طريق النيل. وقالت الناشطة فاطمة محمد إنه على الرغم من التوترات التي ما تزال قائمة إلا أن عزيمة الثغار كانت أقوى، خاصة في مجال النظافة وترميم وإعادة رصف الطرق. وأشارت إلى أن المبادرة تركز على المؤسسات والطرق المتأثرة، ودعت الشباب إلى ضرورة المشاركة في حملة النظافة وإصحاح البيئة وإعادة الطرق حالتها الأولى. هي مبادرة من شباب متطوع قدم مصلحة البلد، فكل شيء برغم الاحتقان الحاصل والتوترات والأجواء السياسية المحتقنة في الفترة السابقة، مما أدت إلى تخريب والتشوه البصري في الشوارع العامة والرئيسية، إزالة المتاريس وإعادة الأندرلوك بصورة جميلة. دير كلهم شباب همهم السودان وهمهم إنه البلد تدعم بالاستقرار ويكون شباب مبادر قائد لكل المبادرات المجتمعية. أطلق تجمع شباب الرياضة والتعمير حملة لنظافة وطلاء كلية الأشعة الطبية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى أعمال تخريب طالت مباني الكلية وممتلكاتها. واستنكر المتحدث باسم شباب الرياضة والتعمير محمد عبد الله ما قال إنه تخريب متعمد لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات ليست من أخلاق الثوار الذين جاءوا لبناء وتعمير المؤسسات وليس لخرابها. فالمبادرة دي هي يمكن هي ضربة البداية لنا، تعقبها مبادرات تانية إن شاء الله بعد ننتهي من هنا حيكون عندنا جامعة الخرطوم أيضا من ضمن المشاريع اللي نحن مستهدفين إنه نحن كمبادرة شبابية تطوعية إنه يكون عندنا يعني مساهمة كبيرة في القضايا الشبابية وفي الشأن السوداني وفي كل الأعمال التطوعية والنفرات. إلى ذلك قال المتحدث باسم المبادرة إن إعادة تأهيل كلية الأشعة الطبية يعتبر ضربة البداية لعكس مقدرات الشباب في الاهتمام بالمؤسسات التعليمية التي تعرضت للتخريب، مؤكدا أن سواعد الشباب ستسخر لصيانة وتأهيل المؤسسات العامة التي تضررت إبان فترة الثورة المجيدة. احنا لما جينا كلية أشعة وخشينا مع التجمع عشان نشوف انه يا اخواننا حجم الدمار اللي كنا بنسمعه، انا ما كنت متخيل انه ممكن يكون للدرجة دي، وانا متأكد تماما والكلام ده انا بوجيه لأي ثائر من الثوار انه انت كثائر اصيل ما بيكون انت عملت الحاجة دي، استحالة، ده بكون يا اخواننا زول مندس، لأن يا اخواننا احنا كشباب طموحاتنا انه السودان ده يا اخواننا من الالف لللام السين الواو والدال الالف النون هو يا اخواننا الشيل المعونة اللي بيجمعنا، اللي احنا يا اخواننا المفروض ان احنا طالما عملنا الثورة، الثورة ما تكون يا اخواننا بشعارات بس، لا، الثورة تكون ثورة عملية بان احنا كيف ننظف بلدنا، بان كيف يا اخواننا نعمر بلدنا، مش احنا نجي عشان نخرب بلدنا. قالت رائدة المبادرة الشعبية السودانية للإصلاح القاعدي سامي عبد الحفيظ إن التغيير المنشود لن يأتي إلا عبر مراحل، موضحة أن على الأطراف السودانية التراضي على حكومة التكنوقراط لتشخيص الحالة السودانية ووضع ما يلزم من معالجات لمقابلة مطلوباتها، ودعت القوى السياسية للتهيئة لخوض الانتخابات التي يمارس فيها المواطن حقه الدستوري وصولا لديمقراطية منشودة، كما أعلنت عن نشأة تنظيم سياسي باسم المبادرة يحقق أهداف المدرسة الفكرية في اقتصاد التكافل والبناء المجتمعي. التغيير ما بيتم فورا، يعني التغيير بيتم بمراحل، يعني في مرحلة بتاع الثورة انتهت، يفترض هسي المائدة ذاتها ما تتحدث عن شعارات الثورة، المائدة الآن بتاعت الحوار قول حرية التغيير تتحدث عن مرحلة سياسية، ودي بتختلف عن المرحلة الثورية، دي مرحلة ما بعد الثورة، يقعدوا يتكلموا عن مرحلة سياسية عشان يقدروا يصلوا فيها لأهداف الثورة فيما بعد.
سيرت قوات الدعم السريع قافلة طبية لدعم مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم وتحوي على أجهزة ومعدات طبية وعربة إدارية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات جمال آدم محمد إن القافلة تجيء في إطار عدد من المبادرات الاجتماعية والخدمية التي تقوم بها قوات الدعم السريع. تمثل هذه الأشياء في عدد من الجلاس للمستشفى الطبي وللمرضى وعدد من النقالات وعدد المسحوبة وعدد من الكراسي برضو للمرضى وكذلك عدد من المكيفات لتهيئة هذه البيئة. نحن بنقول الصدفة خدمتنا في هذه في مستشفى إبراهيم مالك، لكن كان مخطط إنه الناس أجزاء عمل تنموي أو لعادة تأهيل في مجالات كثيرة. في السياق امتدح وكيل وزارة الصحة بولاية الخرطوم بابكر محمد علي مبادرة قوات الدعم السريع، وقال إنها جاءت في وقتها، مشيرا إلى أن هذه المعدات تعتبر إضافة حقيقية للمستشفى. تعني تطوير قسم الطوارئ بمستشفى إبراهيم مالك، إضافة نقالات، أجهزة تكييف، إضافة إلى كراسي متحركة، إلى إجلاس بالنسبة للمرضى والكوادر العاملة بالمستشفى. نحن بالنسبة لنا هذه هدية قيمة جدا أتت في وقتها. النشرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق، تتابعون فيها بعد قليل. تعقيدات كبيرة. مزارعون بولاية القضارف يشتكون من بطء إجراءات التجديد للمساحات الزراعية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نواصل نشرتنا المحلية بعد هذا الفاصل. اشتكى مزارعون بولاية القضارف من بطء إجراءات التجديد للمساحات الزراعية من قبل هيئة زراعة الآلية بالولاية، مما تسبب في تأخير صرف حصصهم من الوقود وخلق صعوبة في عمليات ترحيل الوقود إلى المشاريع الزراعية، فيما نفت الهيئة تسببها في أي تأخير، وأكدت أن نسبة التجديد بلغت 70%، كما ناشدت المزارعين بأهمية إجراء معاملاتهم قبل وقت كاف من بداية موسم الأمطار. تعقيدات كبيرة يمر بها الموسم الزراعي هنا في ولاية القضارف، فبعد حدوث انفراج في أزمة وقود الجازولين وصرف عدد من المزارعين لحصصهم، عادت الأزمة مرة أخرى ولكن من باب ثان. فالمزارعون يشتكون من بطء في إجراءات الزراعة الآلية، مما أدى بحسبهم إلى تأخير صرف حصصهم من الجازولين وتأثير ذلك التأخير على مواقيت الزراعة. نحن هنا حس أكثر من 500 شخص ولا 1000 شخص دارين بترول وما في بترول، يعني يا جماعة دارين نظرة للحتة دي بس، والزمن حسب حسابة الخريف يوم 7/7/1 في الضراع، واحد في الضراع دي بتزرع فيها السمسم يا اخواننا، محصول السمسم، ده البترول بتاعنا نحن اللي هو السمسم ومحصول العيش والحبوب الزيتية، يعني بس الشيء دايرينه منكم تقدروا تكفروا لنا الحاجات دي في زمن وجيز اللي هو من الليلة لحد 15/7. هيئة الزراعة الآلية بالولاية نفت نفيا قاطعا وجود أي أزمة في الجازولين، وقالت إن الإجراءات تسير بشكل جيد، حيث بلغت نسبة المساحات المجددة 69.5% من المساحة المستهدفة. بدأنا تجديد المشاريع منذ مطلع يناير وفي 6 نوافذ، يعني عندنا 6 متحصلين ونحن حتى الآن يمكن حققنا 70% من المساحة المستهدفة. المساحة المستهدفة اللي هي 6,600,000 في فدان، جددنا منها 4,585,000 في فدان بنسبة 70%، مما يدل بأننا ليس معيقين لانسياب الجازولين للمزارعين أو أي معوقات أخرى. ومع بطء الإجراءات أيضا يشتكي المزارعون من ارتفاع قسط التأمين الزراعي، فيما أوضحت إدارة التأمين الزراعي بأن القسط كما هو ولم تحدث زيادة، مشيرة إلى التفريق بين قسط التأمين وقسط التمويل البنكي. قسط التأمين نوضح ليس له علاقة بمبلغ التمويل، قسط التأمين حسب إفادة أخواننا في البنك الزراعي تتم عملية تمويله بعملية منفصلة ولا تأثير له على قسط التأمين، بمعنى أنه إذا تم تمويل المزارع بمبلغ محدد وقسط التأمين لا يخصم من هذا المبلغ بل يخصم بعملية منفصلة، لذلك ليس له تأثير مباشر على قسط التأمين على غرض تمويل المزارع. تحديات كبيرة تواجه الموسم الزراعي في ظل هطول شبه يومي للأمطار،
مما قد يعيق وصول الجازولين للمزارع في التوقيت المناسب، خاصة وأن شهر يوليو على الأواب، وهو الشهر الذي تبدأ فيه زراعة محصول السمسم تحديدا. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. أكد خبير التدريب لؤي عبد الرحمن أهمية مشروعات وبرامج التدريب وبناء القدرات باعتبارها الأقدر على تزويد المتدربين وصقل مقدراتهم وتمليكهم الجديد كل في مجاله. وأشار خلال الدورة التدريبية التي أقامتها الإدارة الموحدة للتدريب بولاية كسلة لإدارات المخازن والمشتريات، أشار إلى أن الاستمرار في مشروعات التدريب وبناء القدرات من شأنه تأهيل وتطوير مهارات العاملين بالدولة، ودعا إلى مواكبة البرامج التدريبية الحديثة بما يتوافق واستراتيجية الدولة وخططها المستقبلية. أخذ القصد الكافي من التدريب، وإن شاء الله يعني يكون في تطور واضح في الأداء في الفترة المقبلة، لأنه تناقشنا في هذه السانحة في المشاكل التي تواجههم في العمل عمليا، مما يعني جعلنا نقوم على وضع كمية من الحلول والعمل الجاد في أنه كيف يكون العمل متطور وكيف توجد. أعلن المدير العام لشؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بلا أحمد عبد الرحمن بدء الملء الأولي لخزان جبل الأولياء اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل وحتى الأسبوع الأول من أغسطس، وأشار إلى أنه سيكون هناك انخفاض للمناسيب خلف الخزان وارتفاع للمناسيب أمامه، ما يستدعي من المواطنين الذين يهمهم الأمر إجراء التحوطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. بحثت حكومة ولاية غرب دارفور مع وفد من محافظة أسونغا تشادية الحدودية عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك على الحدود. وأوضح والي غرب دارفور عبد الخالق بدوي أن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات التي تختص بتعزيز الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي وتجديد الخطط فيما يتعلق بمكافحة التهريب ومحاصرة المتفلتين. وبان أن اللقاء ركز على إحكام الرقابة وتأمين الحدود لمحاربة الظواهر السالبة والمحافظة على العلاقات الطيبة التي تربط بين شعبي البلدين. اطلعناه ونورناه على الموقف الحاصل في السودان، وهو أصلا ملم بكل ما يجري، وريناه تطورات الأحداث وتكوين المجلس العسكري والإجراءات الآن المستمرة والقرارات اللي بتصدر تباعا من المجلس العسكري إن شاء الله عشان ننزلها على أرض الواقع، وإن شاء الله الأمور مستقرة تماما والوضع يصير بصورة طبيعية، وكل مؤسسات الدولة الموجودة داخل الولاية باشرت مهامها وأعمالها وتصير الحياة بصورة طبيعية جدا إن شاء الله. نحن إن شاء الله حنكون على اتصال دائم بيناتهم ونتبادل المعلومات في لتعزيز العلاقات مزيدا من التعزيز العلاقات بين الدولتين. وفي السياق أكد محافظ محافظة أسونغا تشادية العقيد ديلو برغو درغا حرص حكومته على المحافظة على العلاقات المتجذرة بين الشعبين ومحاربة كل أشكال التهريب والتفلتات للحفاظ على أمن واستقرار الدولتين. الشعب السوداني استطاع أن يغير النظام وجاب مجلس انتقال عسكري على رأسهم، وإن شاء الله وأننا نتمنى كتشاديين نساعده ونقيفه معهم ونشاركه معهم في كل كبير وصغير لكي يستقر الأمن والسودان، لأن الأمن السوداني امتداد لأمن تشادي. على هذا الأساس في كل ما تحدث أخ الوالي من الاتفاقيات والأشكاليات القادمة مع تشاد والسودان إن شاء الله تستمر، ونحن مستعدين في كل ليلة والنهار نشاركه مع الوالي ونشاركه مع الإخوة الإداريين هنا. ختام النشر المحلية، نذكر بالعناوين: والي نهر النيل يتعهد بفتح فرص العمل وتدريب الشباب الخريجين بالولاية. قافلة طبية علاجية تستهدف 2500 مستفيد بمحلية اللعيد بولاية شمال دارفور. اتحاد شباب يقود مبادرة كن إيجابيا لصيانة الطرق بولاية الخرطوم. انتهت النشرة المحلية، قدمناها من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات على موقع شروق.net. في أمان الله.